النهارده طبعا باذن الله تعالى هيزور الرئيس عبد الفتاح السيسي السعوديه علشان يعملوا قمه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود. طبعا الزياره بتاتي تلبيه لدعوه الملك سلمان للرئيس خلال اللقاء اللي تم بينهم على هامش القمه العربيه في البحر الميت في الاردن. القمه النهارده هتناقش ملفات مهمه كتيره جدا جدا جدا، اهمها العلاقات المشتركه اللي موجوده بين البلدين، القضايا العربيه المختلفه اللي موجوده، الوضع الحالي، وضع الأمن القومي العربي اللي موجود، والأهم من ده كله هيكون طبعا مطروح للنقاش هو ملف الإرهاب. لكن أيا كان بقى الملفات، فعايز أقول لكم الأهم في الحكاية دي كلها اللقاء نفسه والزيارة في حد ذاتها، لأن هي بترد على إشاعات كتير جدا كانت بتأكد أن العلاقة اللي موجودة ما بين مصر والسعودية أنها علاقة متوترة أو فيها مشاكل. لا، أنا عايز أقول لكم العلاقة اللي ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية هي علاقة مصير. كتير كانوا بيتمنوا أن الزيارة دي ما تتمش أصلا، كتير كان نفسهم أو كانوا بيراهنوا على استمرار وجود اختلاف وجهات النظر ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في بعض الملفات، وكانوا بيحاولوا أن هم يؤججوا المشاعر في هذه الملفات. بس عايز أقول لكم أن الزيارة دي والقمة دي بترد على كتير جدا 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 من هذه الشائعات، وبتثبت أن هو مهما كانت المحاولات أنها تستمر العلاقة الوطيدة اللي موجودة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية ما بين الشعوب والزعماء. طيب احنا معانا سيد سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير الأول صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك سيد سفير. حضرتك شايف هذه الزياره في هذا التوقيت ايه مع التحديات اللي موجوده في المنطقه؟ وكمان كان في زياره قبل كده للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحده الامريكيه مع دونالد ترامب، واعتقد ان برضه ناقش فيها بعض هذه التحديات زي الارهاب في المنطقه يا فندم. يعني هو في على جدول الاعمال كذا موضوع نقسمهم لثلاث ملفات. على المستوى الدولي طبعا قضية الإرهاب تأتي في المقدمة لأنها صارت قضية مقلقة للعالم كله، والحقيقة مصر كانت رائدة وطلبت دائما أن يكون في جبهة لمكافحة الإرهاب، بل طالبنا مرات أن يكون في مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، وكان الغرب هو اللي بيتقاعس عن هذا لأنه كان بيخلط بين حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار وبين الإرهاب، إلى أن اكتوى هو نفسه بنار الإرهاب فصار هناك مفهوم عالمي عن ما هو المقصود بالإرهاب. وطبعا زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة أوضحت هذا أكثر، ثم الولايات المتحدة كما هو واضح من زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة أنها بتحاول إقامة جبهة تساندها لمكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب مش بس مكافحة عسكرية وإنما ممكن يكون بالمعلومات بتبادل الآراء بتبادل الخبرات. فده الموضوع الأساسي على المستوى العالمي في مباحثات الرئيس وجلالة الملك خادم الحرمين. طبعا هيهتموا بالوضع الجديد والإدارة الأمريكية الجديدة. أتصور الرئيس سيعطي ملخصا لخادم الحرمين عما جرى في واشنطن في زيارته الأخيرة، سيتكلموا عن القوى العظمى الصاعدة روسيا والصين وعلاقتنا بكل هذه القوى الجديدة. على المستوى الإقليمي في قضايا كثيرة طبعا تتصدرها القضية الفلسطينية. الفلسطينية يا فندم مش السورية في هذا التوقيت؟ كلهم، إنما الفلسطينية اللي جد عليها أن الرئيس ترامب وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياته بعد أن كانت في غير الأولوية اللائقة بها. ثم طبعا الاتفاق على وضع سوريا وإزالة بعض سوء الفهم فيما حدث بالنسبة لتصويت مصر في مجلس الأمن مرتين. سواء في شأن القضية الفلسطينية ما هنا أو فندم في شأن سوريا. في شأن سوريا يا فندم، في اختلاف، بعض الاختلاف في وجهات النظر ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في من حقه أن يكون أين في سوريا. بالضبط كده. طيب مسألة الخلاف لازم أنا أفضل كدبلوماسي أن أبدأ بنقاط الالتقاء. نقطة الالتقاء هو أن سوريا يجب أن نحافظ على وحدتها، أن نحافظ على أن سوريا يحكمها الكل وأن الكل يكون له دور في حكم بلده. نقطة الخلاف هل يتم هذا أولا بإزاحة الرئيس بشار الأسد أم ننتظر أن يكون لجزء من التسوية؟ هي مسألة يعني تفصيلية، ممكن جدا أن أي من الطرفين يقنع الطرف الآخر بوجهة نظره. لاحظ أن الرئيس ترامب مؤخرا قال ان ازاحه الرئيس بشار الاسد
ليست الأولوية المطلقة في رأيه في قضية سوريا. نعم. على أي حال أرجو أن هم يتفقوا على ما يمكن أن يتخذ في هذا. أيضا لديك قضية اليمن ومصر طبعا. والسعودية يعني مرتبطتان بإيجاد حل في اليمن بما يناسب كل الأطراف. أيضا ليبيا مشكلة طبعا. لدينا قلاقل ومشاكل وتهديدات قادمة من العراق ومن لبنان. كل هذا لابد أن يكون على المائدة. ثم يأتي الملف الثالث وهو ملف العلاقات الثنائية. لا شك أن مصر والسعودية، أنا أريد أن أنبه أنك تتكلم عن أكبر دولتين في العالم العربي اقتصاديا. السعودية أكبر اقتصاد عربي، مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي، ولا شك أن هناك تبادل في المصالح. وأريد أن أكرر كثيرا كلمة تبادل في المصالح، لأن بعضنا للأسف كمصريين وبعض الإخوة السعوديين يرون أنها طريق ذو اتجاه واحد، أن مصر تستفيد والسعودية تدفع. هذا غير حقيقي. لدينا جالية عظيمة مصرية في السعودية تقوم على أكتافها النهضة العمرانية ومشروعات التنمية. السعودية تستثمر في مصر. مصر أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية في العالم العربي، والعكس صحيح. نحن نتبادل الاستثمارات، نتبادل التجارة، ونرجو أن يعني ما نقفش عند هذا الحد، وإنما أن تعظم هذه العلاقات بحيث نعود إلى سابق عهدها في تألقها. بل طبعا الساحة تسمح بمضاعفة حجم العلاقات، سواء في الاستثمار، سواء في التجارة، سواء في حقوق الجالية وحق العمالة. أشياء كثيرة يمكن أن يعني نعمل فيها مجهودات. حضرتك شايف متى يمكن أن نجني ثمار هذه القمة الثنائية اللي موجودة ما بين الزعيمين؟ أفتكر البارح. بمجرد ما وجهت الدعوة بتسقط كثير من حوائط النفسية التي كانت تحول بين مستثمر أن يفكر في أن يأتي أو لا يأتي. نعم. وبالتالي نتائج الزيارة بد أن تظهر على الفور، لأن نحن لا نتكلم عن مثلا تحريك أفراد أو تحريك أموال، لأن هناك اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات العربية البلدان عضوان فيها. نعم. ويجب أن نعلم أن السعودية الآن حتى مع الوضع الراهن هي أكبر مستثمر عربي في مصر. إذن أنا أتصور أن لسنا بحاجة للانتظار طويلا لكي يظهر النتيجة. نعم. لكن إذا يمكن يا فندم برضو التحدي في المملكة العربية السعودية نفسه كمان كبير، يعني كان فيه تصريح خرج من بعض المسؤولين هناك أن شاء الله بعد 20 سنة المملكة العربية السعودية تستطيع أن تحرك اقتصادها بعيدا عن البترول، ويمكن هذا التصريح كان إلى حد ما أثار دهشة البعض في الغرب، وقال أن الكلام ده يعني بعيد عن الحقيقة ممكن يعني. لا ليه، ده هو الكويت لها تجربة رائدة رغم ان حجم الاقتصاد اقل، لكن الكويت من الستينيات عملت صندوق التنميه الكويتي الذي ادى الى ان عائدات الكويت من استثماراتها في الداخل والخارج اكبر من عائدات البترول نفسه. هذا شيء ممكن وهدف نبيل ينبغي ان نصل اليه، لان طبعا اعتماد اقتصاد على ريع البترول فقط، ودي الميزه اللي عند مصر ان اقتصاد متنوع. نعم. لديه انواع عديده من انواع الانتاج الصناعي، الزراعي، الخدمي، المواصلات، الاتصالات، شعب كبير، صحيح، كبيرة. ده اللي بيميز الاقتصاد المصري عن الاقتصاد السعودي. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة، وخلينا نقول كده إن شاء الله الفترة اللي جاية هتشهد تحسن شديد وملحوظ في العلاقات المصرية السعودية، أو خلينا نقول العلاقات المصرية مع كل دول العالم. يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي التوجه اللي بيحصل والتحرك اللي بيحصل خارج البلد مع كافة الدول ومع كل الأشقاء العرب حتى اللي موجودين، الموضوع ابتدى يخش في حيز الحمد لله أفضل بكتير من عهود سابقة.